شكرا للزميلة مريم الزعابي اللي قدمت لنا أهم الأخبار من صحيفة الخليج ومن مركز الأخبار. مشاهدينا، تعد هندسة الطاقة المتجددة والمستدامة أحد فروع الهندسة المستحدثة التي تهدف إلى استخدام الأمثل للطاقة من خلال وسائل وتقنيات تساهم في الحفاظ على البيئة، وهو ما يتطلب من المهندسين العاملين في هذا المجال الإبداع وابتكار مشاريع مميزة صديقة للبيئة. نتعرف مشاهدينا معاكم عن هذه المهنة مع الأستاذ محمد حسين كمال، مهندس في الطاقة المتجددة والمستدامة. يسعد صباحك أستاذ، يعطيك الصحة والعافية. الله يعافيك، صباحك سعيد. الله يسلمك ويعافيك، حياك الله. الله يحييك ويبارك فيك. في البداية، ما هي هندسة الطاقة المتجددة أو المستدامة؟ نعم، هندسة الطاقة المتجددة والمستدامة هي الهندسة التي تنتج الطاقة عن طريق الطاقات النظيفة والبديلة، والتي تنطبق عليها شرطين، الاستدامة والتجدد، وهي ذاتية التجدد، حتى يسمونها الطاقة النظيفة، الطاقة الخضراء، الطاقة البديلة. نعم. مهندس محمد، تكلم عن أهمية أو إيجابيات استخدام هذا الفرع من فروع الهندسة، الهندسة المستدامة والمتجددة، خصوصا أن جامعتنا اليوم بدأت يمكن تكثف هذا التخصص ضمن تخصصات الهندسة. نعم، هي إيجابياتها وهدفها واحد. الهدف منها أن تقلل بصمة الكربون في الكرة الأرضية. جميل. الناتجة عن استخدام الوسائل القديمة والمازلنا نستخدمها، نفس النفط والغاز الطبيعي والفحم وغيرها. هذه أهم إيجابياتها. أن نرفع بصمة الكربون أو نخفف بصمة الكربون عنها، ما نقدر نخففها نهائيا، حتى استخدام الطاقات البديلة والمتجددة. المستدامة والمتجددة تنتج عنها نسب كربون. يعني مثلا عندك تصنيع الألواح الشمسية، وين بنصنعها؟ ترى بنصنعها في المصانع. هذه المصانع تنتج كربون. فنحن نقلل استخدام الكربون، ما نعدم استخدام الكربون. أكيد تقللون من استخدام الكربون، لكن في نفس الوقت تشجعون على استخدام الطاقات المتجددة. نعم. لحماية البيئة ولسلامة البيئة وسلامة المجتمع بشكل عام. أكيد. نتكلم أستاذ محمد عن الطاقة المتجددة ومصادرها، وكذلك التقنيات التي تستخدم من قبل المهندسين اليوم أو نعم. مهندسين الطاقة. نعم، هي أهمها 6 مصادر. نعم. بداية من الشمس طبعا، والرياح، وطاقة الماء. طاقة الماء فيها طاقة الأمواج، وطاقة السدود، طاقة الشلالات. نعم. وطاقة المد والجزر اللي نمر فيه يوميا، اللي هو المد والجزر. بالإضافة إلى تقنية الفيول سيل، تقنيات البايوماس، والطاقة الحرارية في الأرض. الطاقة الحرارية في الأرض، نبذة سريعة عنها، قانون عام. طبعا بدون ما ندخل في الديتيلز، درجة حرارة ما تحت الأرض هي عكس درجة حرارة ما عكس حرارة الجو. نعم، وهذه أهم اللي هم 6 المصادر اللي ذكرتها. جميل. مهندس محمد، لو تكلمنا عن هذا التخصص كتخصص جامعي خريج هندسة طاقة متجددة، شو أهم المواد اللي تدرسونها في الجامعة اللي ممكن تثري هذا التخصص أو تثريكم في هذا التخصص؟ نعم، أهم المواد اللي ذكرتها اللي هي الفيول سيل، البايوماس، السولار اللي هي الطاقة الشمسية، والويند اللي هي طاقة الرياح، التوربينات، الويند توربينز، والطاقات الجيوثيرمال، طاقة الطاقة الحرارية في باطن الأرض. اللي ذكرتها. الحلو في الجامعات إنه خاصة جامعة شارجة، أنا خريج جامعة شارجة، والحلو هناك إنه في مختبرات مهيئة. هي لنا، جزاه الله خير أبونا الشيخ الدكتور سلطان القاسمي، الله يحفظه. الله يحفظه صراحة. هذا التخصص بالذات في جامعة الشارجة ماخذ حقه وزيادة من ناحية الاعتماد، ومن ناحية حتى بيفتحون ماجستير ودكتوراه الحين شغالين عليها. يعني يعتبر ما قبل ما كان يعتبر من أقوى التخصصات، لأن في قبلها السيفل وقبلها الكهرباء، لكن الحين يعتبر من أقوى التخصصات، وفي تطور وإضافات عليه. نعم. بإذن الله. ما أنك ذكرت جانب جدا مهم للتخصصات تتعلق اليوم بهندسة الطاقة المتجددة أو المستدامة، نتكلم كذلك عن مجالات العمل. شو هي أهم مجالات العمل اللي تفتحها اليوم هذه الهندسة أمام الطلبة؟
نفس ما تعرفين الرزق بيد الله. نعم. مجالات العمل اللي تفتحها، نحن في جامعة الشارجة نص موادنا كهرباء ونص موادنا الثانية ميكانيكال، هندسة ميكانيكية. فالخريج عنده أكثر من مجال، سواء بيكمل دراسة ولا بيشتغل، عنده أكثر من مجال. في مجال الكهرباء ودارس عنده خلفية كهرباء، في مجال الميكانيكال وعنده دارس ميكانيكال، يقدر يكمل. والحين البكالوريوس ما استوت يعني شهادة الواحد يعتمد عليها، خلاص وايدين عندهم بكالوريوس. فأنصح إن الطلاب إنهم يكملون ماجستير ودكتوراه على أساس إنه يتخصصون، لأن مجال عام نفس ما ذكرت الحين في ست مصادر عندنا. صحيح. ما ينفع الواحد يكون ملم فيهم كلهم، على الأقل يتخصص في شيء. جميل. تمام. مهندس، أنا أرجع مرة ثانية لسؤالنا حول الجامعة والمختبرات. كيف وفرت لكم المختبرات أو بيئة المختبرات بيئة ملائمة تناسب الواقع في مجال الطاقة المتجددة؟ تكلمنا أكثر عن تجربتك في المختبرات. نعم، هو تصغير أو نموذج للواقع. من نتكلم عن مختبر واحد مثلا، مختبر الطاقة الشمسية. مختبر الطاقة الشمسية طلاب وطالبات، مختبرهم وين؟ عندنا مختبرين، واحد في المختبرات، واحد على الروف على السطح. نطلع فوق السطح ونشتغل، نقايس، ناخذ القراءات، ناخذ بالميتر، نقايس كل شيء. حلو. اي نعم، هذا مختبر المختبرات. عندك مختبر البايوماس، عندك مختبر الفيول سيل، موجود عندنا هناك. جزاه الله خير الدكتور سلطان، ما قصر الصراحه، ونعم الوالد ونعم. انا درست التخصص هذا في الجامعه 8 سنين، ما شاء الله، اعتبر يعني نعم من اقدم الطلاب في الجامعه. ودائما جامعه الشارقه اليوم تشجع على الابداع وعلى الابتكار. كيف ممكن للطالب اليوم انه يبدع في هذا المجال، مجال الهندسه؟ ارجع واشكر الشيخ سلطان. ليش؟ لانه طرح اختار الموظفين اللي في الجامعه اللي هم وفروا لنا المسابقات، سواء المحلية. نعم. على إمارة الشارجة، على مستوى إمارة الشارجة أو على مستوى الإمارات أو خارجيا. وعندنا إدارة أو قسم في جامعة الشارجة اللي اسمه كاستو، هذا يطرش المتدربين إلى داخل الدولة وخارج الدولة. الحين هم يصير المواطن والإخوان الوافدين يسيرون من هنا، يسيرون يدربون برا ويردون، خذوا خبرة ويرجعون يفيدون البلاد. هذه من ضمن الإشادات اللي لازم نشيدها بجامعة الشارجة. نعم. مهندس، احنا ياسين نستعرض مع بعض حاليا بعض الصور على الشاشة، خبرنا شوية أكثر تفاصيل عن هذه الصور. نعم، صورة السخان الشمسي. هذا المشروع اشتغلت عليه أنا وزميلي في جامعة الشارجة على روف، ركبناه فروم A to Z، من أول برغي إلى آخر برغي. ما شاء الله. في صورة من الصور لي صورة الهليكوبتر، هذا الهليكوبتر أنا شغال عليه مؤخرا. هو مشروع أن تشتغل طائرة الهليكوبتر بالطاقة الشمسية وبعض التقنيات من مصادر الطاقة النظيفة كالفيول سيل وغيره. طبعا هذا المشروع بيطول، لأن الطاقة المتجددة، لأن الهليكوبتر تحتاج طاقة هائلة من عشان تطير. فممكن نستخدم 3 مصادر لطاقة الرياح وطاقة الطاقة الشمسية وتقنيات الفيول سيل اللي هي موجود في سيارات تسلا حاليا، موجودة في سيارات تسلا، وممكن نضيف عليها سوبر كاباستر. من الصور للمكيف الشمسي، المكيف الشمسي اشتغلنا عليه في جامعة الشارجة، بس سلبيات أو تحديات، ما نقول سلبيات، نقول تحديات الطاقة الشمسية، إن هي تاخذ مساحة كبيرة عشان تستخدمين تشغلين مكيف واحد بسعة 2 طن، تحتاج مساحة كبيرة وقدرها. لكن الحين ما زالت الشركات في تطوير وفي تحسين، خاصة الشركات الصينية يحسنون من الطاقة العالية اللي تنتجها الألواح الشمسية. نعم، وإحنا نتكلم عن نقطة جدا مهمة اللي هي مستقبل الطاقة المتجددة. اليوم في كثير من التحديات، مثل ما قلت ما شاء الله عليكم، يعني طورتوا كثير من المشاريع اللي تتعلق بالطاقة المستدامة والطاقة المتجددة. لكن لو نتكلم عن التطورات اللي قد تحصل في هذه المهنة الجميلة. نعم، المستقبل اللي قالوا الأوليين أول الغيث قطرة. كانت القطرة هاي هي التي وضعها سيدي الشيخ الدكتور سلطان القاسمي في جامعة الشارجة، وهي التخصص هذا. التخصص هذا دام أنه طرح التخصص واقتدوا فيه باقي الجامعات،
هذه تعتبر بداية المستقبل. ان نحن نحتاج توعية، لان من ضمن التحديات ان نحن اغلب المجتمعات مش موعين. طوفي على البيوت، شوفي البيوت ما في وعي ان الناس يستخدمون الالواح الشمسية ولا السخانات الشمسية. مستقبل الطاقة، يوم نتكلم عن مستقبل الطاقة نتكلم عن مدينة مصدر، اكبر ابحاث الطاقة المتجددة والمستدامة في الدولة. يوم نتكلم عن المستقبل نتكلم عن مسابقة بالعلوم نفكر للمبادرة اللي اقامها سيد صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في دبي. اذا نتكلم عن الطاقة، نتكلم عن مستقبل الطاقة، بنتكلم عن بيئة في الشاردة اللي هي اكبر مكان لتدوير النفايات، هذه البايوماس، هذه مهمة جدا جدا جدا، ما شاء الله نفاياتنا كثيرة كثرت. إذا بنتكلم عن مستقبل الطاقة بنتكلم عن بلدية دبي، نظام السعفات اللي كانت نظام أنظمة الأبنية الخضراء، وهي تتمثل في أن أي مبنى جديد لازم يستخدم 5%، طبعا النسب في طور التغيير، 5% من إنتاجية الطاقة في المبنى من الطاقة النظيفة، ولازم كل فيلا لازم انخلة تكون فيها. لازم اجباري على المقاول يحط انخاله فيها. انا ترى اندربت في بلديه دبي، تدريبي الحمد لله تشرفت وكان في بلديه دبي، تعلمت الكثير الكثير الكثير، وتعلمت في جامعه الشارجه الكثير كثير، 8 سنين عمر ما شاء الله. نعم، الله يوفقك كل بكالوريوس طبعا. ما شاء الله. طبعا المستقبل، يمكن خطوات المستقبل نلاحظها في مجال الطاقه المتجدده يبشر ان شاء الله بمستقبل مشرق في هذا المجال، واللي ايضا الى جانب هذا التطور اللي نشهده ايضا يساهم في الحفاظ على البيئه ايضا في هذا المجال. مهندس محمد حسين كمال، مهندس الطاقه المتجدده والمستدامه، شكرا لك على وجودك معنا. العفو، حياكم الله، يعطيك الصحه والعافيه. الله يعافيك. شكرا شكرا جزيلا. مشاهدينا فاصل سريع، من بعد نستكمل فقراتنا لليوم، خليكم ويانا.